كنعيشوا حنا واحد الفتره قاصحه وقاصحه بزاف مع الحجر الصحي ومع الفتره ديال كورونا. صنايعي مسكين تقتل بواحد السرعه لا اله الا الله ما شاء الله. فتره ما بين عشيه وضحاها صنايعي مسكين ضغط به الدنيا ما بقى يعرف ما يدير ما يسبق ما ياخر لا اله الا الله. وصافي صنايعي مسكين قرب يولي يسعى قريب صنايعي مسكين وسيرتو صنايعي التقليدي قريب يخرج يبقى يطلب نتاعة الله. لهذا اخوتي اخوتي سمعوني اش غنقول، نقدو صنايعي التقليدي راه غتفقدوه وما غتلقاوش ساعه اخرى، راه ما غتلقاوش، راه اليد العامله قليله وصنايعي مسكين ما كاينش اللي ياخذ بيديه، ما كاينش اللي غيشوفو، ما كاينش اللي يعرفو، ما كاينش كاع اللي كيسول في صنايعي. لا اله الا الله. صافي التاثير كاين وكاين بزاف، ما بالك ان شركه ستو محلات ستو كبار، ما بالك صنايعي بوحدو خدام، شكون سمعو وشكون شافو وكي كيبحال مسكين كيسبح بوحدو في وسط بحر عميق لا من يطلع عليه ولا من يشوف، زاد غيغرق بقى بلاصتو راه كيشهد وصافي. لا اله الا الله. كليان كيفاش غيجي يطلب بيسام عند صناعي ولا يخدم صالون ولا يخدم هذا وهو مقصح، حتى الكليان براسو مقصح، الناس مدرة كندبروا امورنا غير مع هذا وهذا غير مع الصناعية بيناتهم. تقبط من عند هذا الصناعي تسلف من عنده وتولي تسلف من عند الاخر باش ترد الاخر وانت غادي كتقبط كتعاونوا صناعية بعضهم بعض، اما شي حاجه اخرى راه ما كايناش. بياس هاد الليزر اش غنقول لك، قتلات النقش والنقش البلدي قتلاتو بواحد السرعه فائق لا اله الا الله. صافي ما عندنا ما نديرو معاها، قتلات صناعي في مره ما بقى مسكين صناعي مي. صناعي كان تيخدم بحال هادي بيدو تقريبا 60 70 درهم باش كيخدمها. الآلة الليزر ما غتجيبش هادشي هاكو، كاين فرق، كتخدم ب 20 درهم والناس ما كيعرفوا راه غير زواق وصافي، ما كيعرفوش الفرق ما بين هادي وهادي الا القليل قليل القليل جدا هو اللي كيفرق ما بين خدمه اليد والخدمه الليزر. الأثمنة اش غنقول لك، اليد معزوزة وعزها مولانا، أما خدمة ديال الماكينة راه واحد الوقيتة حتى هي غتموت. إيه هي هاد الفترة هادي راه قتلات صناعي وقتلاتو بزاف. حنا العمارة كنخدمو فيها من 6 شهور حتى العام، كتهز واحد العدد هائل ديال الصناعية وديال اليد العاملة. دابا كتدخل سلعة واجدة كتجي الباب وتركب. لا اله الا الله. كانوا الناس كيتمعشوا فاش كتجي الباب وتركب، ما صافي ما بقاش ما بقاش صناعي غيتفقد، قتلوه وتفقد ومات ما بقاش حي. كانت الشركه كتقلبي على المداخل ديالها هي بوحدها، اما اليد العامله حتى واحد ما كيفكر في الاخر، كله كيفكر عي في راسه، الا ربح هو ما عندوش مشكل في الناس. اللي كنقترح انا، الله يهز علينا هاد الوباء ويهز علينا الوباء، حتى المنتوج اللي كيدخل على برا حتى هو الله يهزو علينا ويهز علينا. الالات الليزر راه قتلوا صناعي وقتلوه بواحد الطريقه غريبه كاع،